نحن في النقابة الوطنية للتعليم لن نتراجع عن خطنا النضالي. هذه مسألة محسومة بيناتنا. يبقى أنني أقول لكم كذلك على أنه على مر التاريخ دائما كان نساء ورجال التعليم هم قادة الشعوب. منحازون دائما وأبدا لقضايا كل الجماهير الشعبية، مناضلون ليس فقط من أجل مطالب خبزية، مناضلون من أجل الكرامة، من أجل الحرية، من أجل الديمقراطية. أنتم كلكم النقابة الوطنية للتعليم. اليوم كنفذوا وقفة احتجاجية أمام كل الأكاديميات الجهوية على المستوى الوطني من بعد إضراب ديال 48 ساعة اللي أعلنته النقابة الوطنية للتعليم في إطار تنزيل البرنامج النضالي الذي سطره المجلس الوطني الأخير، رفضا لمضامين النظام الأساسي. النظام الأساسي الذي انفردت وزارة التربية الوطنية خارج منهجية التشاركية بصياغة مضامينه والتي لا علاقة لها بكل الاتفاقات السابقة مع وزارة التربية الوطنية. اليوم نساء ورجال التعليم عبروا بإجماع فئاتهم ومكوناتهم عن رفضهم لهذا النظام الأساسي. مطالبنا واضحة، عبرنا عنها بوضوح أمام رئيس الحكومة بأنه المطلب الآن هو مراجعة شاملة للنظام الأساسي بما يستجيب للمطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم، وعلى رأسها تحسين الدخل عبر الزيادة في الأجور، وكذلك مراجعة كل المضامين اللي فيها تراجع على المكتسبات أو فيها ضرب ديال الحقوق أو فيها إرهاق ديال النساء ورجال التعليم ب يعني مهام جديدة، وكذلك موضوع العقوبات وغيره من الملفات الفئوية ديال مجموعة من الفئات اللي للأسف انتظرت لمدة 20 سنة وكانت تنتظر أن يكون هذا النظام الأساسي أن يقدم أجوبة على ملفاتها المطلبية، لكن للأسف لم يقدم حلولا إما بشكل نهائي أو بشكل جزئي غير مقنع ولا يلبي طموحاتهم وانتظاراتهم. اليوم الكونفدرالية، النقابة الوطنية للتعليم، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ستستمر في النضال في الساحة إلى جانب الشغيلة التعليمية ومع الشغيلة التعليمية، لأن كان دائما منحازة لقضايا الشغيلة التعليمية. هذه محطة وستلوها محطات أخرى إلى أن تتحقق مطالب كافة نساء ورجال التعليم. إحنا اليوم موجودين هنا من أجل التعبير على رفضنا للنظام الأساسي، النظام الأساسي الذي لا يرقى إلى تطلعات الشغيلة التعليمية. هذه ثاني محطة من بعد المحطة الأولى اللي كانت في جوف نوفمبر أمام وزارة التربية الوطنية، وستتلوها مجموعة من المحطات إلى أن تستجيب الحكومة لمتطلبات نساء ورجال التعليم. إلا كيعتقد شي واحد على أنه يمكن يهدد نساء ورجال التعليم راه واهم وغادي يكون غلط. واللي كيتكلم كيبدأ كيفتي، خصو أولا لا تجوز الفتوى إلى من يتقن طهارة. واللي كيعتقد على أنه غيوقفنا وغيوقف المد ديال النساء ورجال التعليم راه واهم. احنا نطالب بإعادة النظر واستدعاء النقابات في أقرب وقت، ماشي نستدعيهم باش يبداو من الأول نعاودوا هادشي ديال عام ونص تاني، لا، يستدعيهم الآن من أجل تقديم المقترحات ها اللي كتقترح عليكم الوزارة. أما مطالبنا راه هي المطالب اللي عبروا عليها نساء ورجال التعليم في المحطات اللي بدات من 5 أكتوبر إلى يومنا هذا. النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تقوم اليوم بوقفة أمام الأكاديمية الجهوية لمهن التربية والتكوين رفضا للنظام الأساسي الجديد الذي استفردت في صياغته الوزارة المعنية. المطالب هي إسقاط النظام الأساسي ثم فتح الحوار جاد مع النقابة ديالنا، نقابة الوطنية التعليم دائما المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والأخذ بعين الاعتبار جميع مطالب رجال ونساء التعليم في المغرب يعني في كامل. احنا كنقولوا ودي خص ضروري يكون رجل تعليم، يعني كل نساء ورجال تعليم بحال بحال في نظام أساسي موحد، وما يسمى بأطر الأكاديميات اللي هما مفروض عليهم التعاقد خص يكونوا في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، خصهم يكونوا كذلك بحالهم بحال يعني كل يعني كل نساء ورجال التعليم. إلا كنا فعلا كنطمحوا على أنه فعلا نمشيو يعني بالبلاد ديالنا
نمشيو البلاد ديالنا يعني في اتجاه تحقيق الامال المعقوده من التنميه والتقدم، وحتى المؤشر ديال التنميه راه المعيار الاساسي فيه راه هو التعليم. وبالتالي نشوفوا غير الترتيب ديال المغرب وغادي يبان لنا بان الوضعيه ديال التعليم في بلادنا راه كارثه. منين جاي هذا الخلل؟ جاي لانه ما كاينش الاهتمام بالاستاذ، الاهتمام بالمعلم ما كاينش، الاهتمام بالنساء ورجال التعليم ما كاينش، ما اهتميناش نهائيا يعني بحاجياتهم، ما اهتميناش بكل ما يتعلق يعني بالارتقاء بالمهنه وفي قلبها المدرس، وطبعت الحال التلميذ، لانه التلميذ والمدرس هما جوج ديال المكونات اساسيه اللي هي اللي كتبنى عليها المنظومه ديال التربيه. اللي كيفكر في التلميذ ما يمكنش يعزل تفكيره على المدرس، ما يمكنش نقول التلميذ مصلحته وما يكونش حاضر فيها المدرس، لان مصلحه التلميذ من مصلحه الاستاذ ومصلحه الاستاذ ومصلحه التلميذ، على اعتبار انهم جوج المكونات الاساسيه اللي ضروري خص الدوله تراجع السياسه ديالها تجاه النساء ورجال التعليم، تجاه التعليم. الا كنا فعلا كنهضروا على شي اصلاح، لان احنا دائما في نقابه وطنيه التعليم ماشي 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 المطلب هو نظام اساسي فقط، ولكن كنطالبوا باصلاح ديال قطاع التعليم، كنطالبوا بمدرسه عموميه يعني ذات جوده ومجانيه يعني تكون في صالح وليدات المغاربه كاملين. الان الا كانت شي خدمه راه كتقدمها الدوله الان القطاع ديال التعليم الخصوصي اضافه للخدمات اللي كانت تقدمات يعني سابقا يعني من التسهيلات الضريبيه وغيرها، اكبر خدمه راه كتقدم الان هو ان الدوله تساهم للاسف في تخريب المدرسه العموميه.